يا ام حسين واعملي لي منقوشه اسمحي لي اكل بالدي وانا قرايب علوشه هاي حمي فرمك يا ام حسين واعملي لي منقوشه اسمحي لي اكل بالدي وانا قرايب علوشه محسوبة زلم معطر بزيادي وحدي زعتر محسوبة زلم معطر بزيادي وحدي زعتر لا بدي اطلب اكتر ولا اسمع لي طرطوشه لما نقيش على الصاج على المقلاية يعني هذا دايما لما أكون أنا مستعجلة وما بدي أستعمل عجانة ولا بدي أستعمل فرن بنعمله دائما على الصاج وإشي كتير كتير طيب. أنا هون حطيت 3 كوبايات طحين 3 معالق صغار خميرة حطيت كمان معلقتين باودر ميلك اللي هي حليب ناشف معلقة سكر معلقة صغيرة ملح وحطيت معلقة تقريبا صغيرة حبة البركة وكل هذا شايفين ما أحلاه ونخلناها طبعا للطحين. هلأ إن شاء الله منحط الزيت راح أحط زيت هاي الزيت هون حطيته والمي الدافية وراح نعجن بسم الله راح أعملهم بالمعلقة أسهل من هيك مناقيش ما في أبدا وراح كتير تعجبكم كتير 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 قد ما تتخيلوا. أخليه يرتاح شوية بعد ما أعجنها ترتاح تقريبا شي نص ساعة وبعدين منبلش نشتغل فيها. أنا هون استعملت المية 500 ملي يعني تقريبا بيطلعوا لهم يعني هو 500 ملي يعني قد قنينة المية الصغيرة شايفين بعملها بالمعلقة وبعدين لما يعني تتجانس كلها مع بعض بعملها بإيدي وما بدي اياها تكون عجينة ناشفة لا بدي اياها تكون طرية تطلع كأنها على الصاج من برا كتير كتير طيبة. شايفين كيف؟ الطحين اتجانس مع الزيت والمية والمواد اللي أنا حطيتها وأسهل من هيك عجينة ما في كتير كتير حتطلع ما شاء الله. هلأ حبايبي بحط شوية زيت على إيدي علشان أحطها على العجينة. هون غطيت العجينة هلأ بنتركها حوالي من 20 لنص ساعة إن شاء الله وبنرجع بنعمل كل شي مع بعض. حشوات اللي هي بدنا نحشي فيها المناقيش هاي زعتر وزيت هون عندنا دقة مثل الزعتر الحلبي تقريبا وعندي هون جبنة الحلوم مع جبنة الموزاريلا وحطيت شوية حبة البركة وشوية زيت نباتي يدوب يعني شوية صغيرة فكل هذا إن شاء الله نستعمله هلأ لمناقيشنا الطيبة. وهون عجينتنا بعد 20 دقيقة شوفوا ما شاء الله ما أحلاها. شايفين رائعة ورقيقة بتجنن. هلا انا احط المقلاية على النار وان شاء الله منبلش اورجيكم كيف راح نسويها. هلا مجرد انها نشفت على طول بنقلبها شايفين هلا احلى منقوش الزعتر لعيونكم عن جد يعني ما شاء الله شيء مرتب.
هلا بنحط الزعتر نفردها انه تاخذ من كله. وهلا نعملها على الناحية الثانية. أحلى من قوشة صاج. شايفين حبايب قلبي؟ شايفين ما أحلاها؟ هلا بنحط الجبنة. الجبنة أنا حاطة عليها شوية حبة البركة. وشوية زيت نباتي. وطبعا خلطة الجبنة حلوم وموزاريلا شوية. هلا بتطلع منقوشة ولا أطلع؟ عفوا. لما بلشت الجبنة تسيح نعملها بهذا الشكل. وخلصت هيك من قوشة الجبنة. شوفوا المنظر حبايبي، حتى للمسخن بعملها بنفس الطريقة. لازم تعتمدوها لانها عن جد كثير منقوشة طيبة. شيء على السريع يعني واحد يسويه عن جد كثير ممتازة. هلا بنحط الجبنة. نحط كمان شوية جبنة. شوفوا من ايش ما احلاها. شوفوا
شوفوا اللي قبل عملناها كيف، شوفوا ما اجملها ما شاء الله. الجبنة سايحة فيها ورائعة. هلا مع كوباية شاي ولا أطيب. شايفين الجبنة؟ يا عيني، شوفوا 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 الجمال، طلعوا ما شاء الله. looks so yummy عن جد. وهي العجينة الخبزي قصدي، هاي راح اسويها بالدقة اللي هي زي الزعتر الحلبي. هذا شايفينه، هاي دقة اسمها، كتير طيبة حارة شوي رائعة. هاي على طول اول ما نحطها بتبلش بتنشف. ننظف المقلاية تاعتنا. زي ما قلت لكم علشان ما تحترق بتكون بهذا الشكل ذهبي، لونها كتير حلو. هلا ببلش احط الحشوه، هاي هي الدقه اللذيذه عن جد، انا بحبها كثير رائعه. مش كل الناس بتعرفها بس هي عن جد طيبه، بيعملوها من القمح، قمح وسمسم وفلفل حر وهيك يعني طيبه. يا عيني شوفوا شوفوا ما احلاها، شوفوا رائعة. رجعت لكم بالمرحلة الحلوة، شوفوا حبايبي مناقيش الجبنة والزعتر والدقة ولا اطيب على المقلاية كأنها عصاج، رائعة. شوفوا الجمال، شوفوا شوفوا ما احلاها ما شاء الله، رائعة بتجنن. لازم تجربوها وتبعتولي التطبيقات. وكل هذا كان اليوم من مطبخي، مطبخ انتصار. تابعوني دايما لحتى تشوفوا كل شي جديد عم بقدمه، وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.